الدفاية هي جهاز يستخدمه الكثير من المواطنين من أجل التدفئة في الأجواء الباردة نظرا للبرودة الشديدة التي تشهدها البلاد أثناء فترة فصل الشتاء، حيث تحتاج الأسرة دائما لتدفئة الغرفة للهروب من البرد القارس. وتختلف أنواع الدفايات ما بين الدفاية الكهربائية أو الدفاية التي تعمل بالزيت، ولكل منهما فوائدها وأضرارها. وسوف نتعرف على أسعار الدفايات. وفي عام 2016 شهدت الأجهزة الكهربائية ارتفاعا كبير في الأسعار، وذلك يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الذي استغله التجار لربح أضعاف المكاسب الحقيقية. بالرغم من ارتفاع الأسعار، لا تستغني سيدة المنزل من شراء الدفايات في فصل الشتاء، خاصة هذا العام الذي يشهده برودة شديدة. هنتكلم دلوقتي عن مميزات الدفايات الكهربائية في مصر. تميز الدفاية الكهربائية بكثرة توافرها داخل المحلات، وذلك نظرا لسعرها الرخيص الذي يناسب المواطن العادي، وأيضا تختلف أحجامها وأنواعها. ومن مميزاتها أيضا أنها لا تترك أي نفايات وراءها، لكن لها أكثر من عيب. ومن عيوبها سرعة تلفها، أنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، يجب عدم لمسها أثناء التشغيل، لذلك يجب عند تشغيلها اتباع الإرشادات الخاصة بها حتى لا تتلف بسهولة. قيامها بتدفئة بقعة صغيرة من المكان وعدم تدفئة غرفة بأكملها، ولكنك تشعر فقط بالدفء عند الاقتراب منها على عكس دفايات الزيت. تسبب حرائق بسبب تصاعد الأكسجين منها، فلا ينصح باستخدامها أثناء النوم، مكلفة في استخدام الطاقة والكهرباء. هنتكلم دلوقتي عن أفضل أنواع الدفايات الكهربائية في السوق وأسعارها. دفاية نوع ديلونجي 2000 واط، تحتوي على 2 مستوى للحرارة، سعرها 250 جنيه. دفاية نوع ديلونجي 2000 واط، تحتوي على 3 مستوى للحرارة، سعرها 390 جنيه. دفاية نوع ديلونجي 2400 واط، تحتوي على 3 مستويات للحرارة، سعرها 540 جنيه. دفاية نوع ديلونجي 1800 واط، بها قطع من السيراميك، سعرها 650 جنيه. دفاية نوع هالوجين أريون، تحتوي على 2 شمعة، سعرها 260 جنيه. دفاية نوع هالوجين أريون، تحتوي على 3 شمعة، سعرها 325 جنيه. دفاية نوع هالوجين، تحتوي على 3 شمعة، قدرة 1200 واط، سعرها 260 جنيه. هنتكلم دلوقتي عن مميزات دفايات الزيت في مصر. تتميز دفايات الزيت بأنها دفاية اقتصادية من الدرجة الأولى، وتوفر الكهرباء، لا تسبب أبخرة قاتلة كغيرها من الدفايات غير قابلة للاشتعال أو لعمل ماس كهربائي. مميزة في شكلها وتصميمها الخارجي، تتميز بصوتها المنخفض فلا تسبب ضوضاء أو إزعاج أثناء النوم. ودفايات الزيت تعتبر الدفاية الزيت الأكثر أمانا على الدفايات الكهربائية، ويقبل عليها الكثيرون لأنها تكون أكثر أمانا وتستخدم في المساحات الكبيرة، ويجب أن تحتوي على سخان الزيت الذي يتغير باستمرار. وأيضا يجب التخلص من الزيوت السامة بشكل صحيح حفاظا على صحة الإنسان. وتختلف أيضا دفايات الزيت عن الدفاية الكهربائية بثقل وزنها، لأنها تمتلئ بالسائل. عيوبها: العيب الوحيد في دفايات الزيت كونها تخرج غاز أول ثاني أكسيد الكربون أثناء تشغيلها، ويمكن تلافي هذا العيب في وضعها في مكان ذو تهوية جيدة لتجديد الهواء. هنتكلم دلوقتي عن أفضل أنواع دفايات الزيت وأسعارها. دفاية زيت تورنيدو 7 ريشة 1500 واط، مزودة بثلاث مستويات، سعرها 650 جنيه. دفاية زيت تورنيدو 11 ريشة 1500 واط، مزودة بمروحة بثلاث مستويات، سعرها 950 جنيه. دفاية زيت تورنيدو 15 ريشة 3000 واط، مزودة بثلاث مستويات للضبط، سعرها 1050 جنيه. دفاية زيت تورنيدو 11 ريشة 2200 واط، مزودة بثلاث مستويات للضبط، سعرها 830 جنيه. دفاية زيت تورنيدو 13 ريشة 2800 واط، مزودة بثلاث مستويات للضبط، سعرها 1050 جنيه. دفاية زيت تورنيدو 15 ريشة 2800 واط، مزودة بثلاث مستويات للضبط، سعرها 1250 جنيه. دفاية زيت تورنيدو 9 ريشة 2000 واط، مزودة بثلاث مستويات للضبط، سعرها 725 جنيه. دفاية دولونجي زيت 7 ريشة، سعرها 820 جنيه. دفاية دولونجي زيت 9 ريشة، سعرها 700 جنيه. دفاية زيت دولونجي 10 ريشة، سعرها 800 جنيه. دفاية زيت 12 ريشة دولونجي، سعرها 1100 جنيه. دفاية أمجوي زيت بقدرة 2300 واط، معها ضمان عامين، سعرها 735 جنيه. دفاية بلاك اند ديكر قدرة 2200 واط، سعرها 625 جنيه. هنتكلم دلوقتي عن بعض النصائح عند شراء أفضل دفاية منزلية. عند شراء الدفاية المنزلية بأقل سعر، ابحثي عن معايير السلامة لضمان سلامتك وسلامة أسرتك قبل اختيار المدفأة المنزلية. اشتري النوع المناسب لطبيعة استخدامك. تأكدي من مواصفات المدفأة قبل شرائها، ومنها قدرتها على التسخين ومستويات تشغيلها وحجمها. احرصي
على أن تشمل المدفأة مؤشر استشعار الحرارة الذي يتحكم في مستويات درجات الحرارة. هنتكلم عن طريقة تشغيل المدفأة. لا تشعل المدفأة بالقرب من الأماكن القابلة للإشتعال مثل الأقمشة والستائر. تأكدي من وجود القاطع الأوتوماتيك بالمدفأة لفصل التيار في حالة حدوث أي ماس كهربائي. لا تمرري أسلاك المدفأة تحت السجاد أو السرير أو الأماكن التي تساعد على زيادة الإشتعال. استخدمي التوصيلات الكهربائية ذات الكفاءة العالية التي تناسب قوة المدفأة. لا تضع المدفأة في أماكن بها رطوبة أو بلل، إذ يؤدي ذلك إلى تعرضها للتلف فضلا عن التسبب في ضرر كبير. وبكده تكونوا عرفتم كل المعلومات عن أفضل أنواع الدفايات في السوق وأسعارها وعيوبها ومميزاتها وبعض النصائح البسيطة وكمان طريقة تشغيل المدفأة. أتمنى أكون أفدتكم، وكده تقدروا تختاروا النوع اللي يناسبكم ويريحكم في البيت وتوفروا وقت ومجهود، وأكيد هتختاروا الأفضل. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتابعوني.